واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاحتفال بأبناء وأسر الشهداء. وحضر في الاحتفال الثاني الذي نظمته التنسيقية فريدة ابنة الشهيد أحمد محروس وحبيبة ووليد أبناء الشهيد أحمد شحاتة عبد المقصود. هذا وقامت التنسيقية بتكريمهم والحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن. وصرحت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمي للتنسيقية أن تنسيقية الشباب لن تستطيع أن توفي الشهداء حقهم، مؤكدة أن هذا التكريم لا يكفي أبدا لرد الجميل. كانت التنسيقية قد أطلقت حملة بعنوان على رأسنا لتكريم أبناء الشهداء بالتزامن مع أعياد الطفولة. ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددا من الزيارات للمحافظات المختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.